in my eyes. Hey, Alani. Now you are feeling the rhythm around you. Hey, Alani. Let yourself go to the love that has found you. Hey, Alani. Soon you are swaying and moving your feet. Hey, Alani. Love is the melody. Yeah.
Thank you.
زوجتي الحبيبة. انت مت ومات معاك كل احساس وشعور بالدنيا دي كلها. صالح تعال يا صالح. حبيبتي وحشتيني قوي. الحياة من غيرك بلاش طعم. تعالي تعالي رجعي لي الحياة من جديد. تعالي تعالي يا سعاد. سعاد عارفة النهاردة ايه؟ الخميس. فاكرة يا سعاد؟ تعالي 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 نرقص يا حبيبتي. كل يوم خميس مراتي. تعال تعال العب معانا صغنن. والبنت اللي هتمسكها والبنت اللي همسكها هكون مراتي يا سعاد. موافقة يا سعاد. سعاد بحبك بحبك يا سعاد. احلف لي يا صالح احلف لي انك هتحبني كده. احلف يا صالح احلف. احلف امام الله اني احب سعاد زوجتي الحبيبه وسيدة حياتي وسعادتي وقصري الكبير الى الابد. بسرعة حاسب يا جوني. حاسب يا جوني. حاسب يا جوني. حاسب يا جوني. بردان بردان بردان. ميرسي قوي يا طنط انك اعتنيتي بيه. لطيف قوي مش كده؟ ايوه يا طنط لطيف قوي. تعالي اللي تمنيته تحقق. جوني جوني حاسب.
مش لازم تتعب نفسك. انت قضيت ليلة وحشة قوي. انا فين؟ انت مين؟ ما تخافش، انت عندك اصدقاء. اصدقاء؟ انا ماليش اصدقاء في الدنيا، ماليش اصدقاء. مسدسي، فين مسدسي؟ هدومي، مسدسي. ما تخافش، مسدسك اهو. ارجوك تهدي نفسك يا انور. انور، مايا، اللي دورت عليك في كل حد، مايا دي بانكوك، مايا، مايا، يا أول وآخر حب في حياتي. مش معقول، كأنه حلم. بعد كل السنين اللي فاتت، انت لسه فاكراني؟ عمري ما نسيتك، عمري ابدا ابدا. امبارح بالليل دخلت علينا فجأة مع الشتاء والبرق، قالوا البوليس، البوليس. ما تخافش، البوليس جه ومشي على طول. مايا، انا انسان مطارد في كل حد. امبارح بالليل كانت حرارتك مرتفعة وقلت حاجات كتير. اذا انت عارفة اصبحت ايه؟ مش قادرة، مش قادرة اصدق. انور، انور اللي حبيته، انور الصحفي الشاعر الانسان اللي كان بيحلم انه يصبح كاتب كبير، يبقى مش قادره، مش قادره اصدق، مش قادره. انور ده كان زمان يا مايا. انور ده اتغير، غيرته رحلة طويلة، رحلة من الشعر للدم، الكتابة للقتل. من الحلم للحرب. أنور ده الصحفي
اللي طموحه خلاه يوصل لمراسل حربي. فلسطين، غطى حرب فلسطين بالعذاب بالدمار النار بالتشريد. كنت فاكر الدنيا زهور. السلام بالكلمة. دير ياسين، مجزرة دير ياسين غيرت من حياتي. بين دراع وردة اسمها وردة بانكوك البرية. وبعدين ما اعرفش، هربت أو ماتت أو ذهبت مع الريح. فضل أنور يتيم، أولاد السوق، الخمرة، الأفيون، مايا، مايا دي بانكوك، الحروب اللي كنت فيها شاهد عيان، خلت عندي شوية شوية عطش الجريمة في نفسية الشردة، وبقيت زي كل التسفاحين اللي كنت بكتب عليهم من دير ياسين إلى فيتنام. صدقيني يا مايا، المجتمع كله قذر، ما فيهوش غير ذئاب بتاكل بعضها، دم، إجرام، قتل، لازم مصير يتحقق. إيه اللي جابني هنا؟ مغامرة غريبة ابتدت في شيكاغو. Hey, ya, mami. Hey, ya.
boy. What's the matter, Linda? Another job. Another big job. Pretty boy. This time in Kuwait. Kuwait? Why me? Because you speak Arabic. Okay? Okay. Pretty boy. Be sure we'll have good time in ليلتها بارني الكبير اخطر رجل في المافيا قال لي انه لازم يسترد مجوهرات قيمتها 10 ملايين دولار. سرقهم شخص كان رئيس المافيا سابقا موجود حاليا في هيلتون الكويت. بارني عرض علي 100,000 دولار نظير المهم. 25,000 دفعها لي مقدما والباقي بعد انتهاء العمليه بتسليم البضاعه. ليندا دي مش ست عادية، دي مخلوقة غريبة زي مصاص الدم في الأفلام. هلو. لون الأحمر بيملى كيانها بالنشوة وعينيها بالفرحة. ليندا الست الجميلة اللي شكلها البريء بيغري الشيطان نفسه إن يتوب على إيديها، في الواقع هي أخطر ست الجريمة. بتقتل بالبساطة اللي بتساوي فيها ضوافرها وبالهدوء اللي بتغير فيه فساتينها. دي الوحيدة اللي أثرت عليا وكانت بالنسبة لي أستاذة في فن الإجرام. الجريمة والجنس اتجمعوا في كيانها زي التوائم ما بيتجمعوا في الأحشاء. Thank you.
ضحية كانت هنا والظاهر كان معاه بعض أصدقاء. Pretty boy. Wow. It's blowing up. Thank you.
It's finished, pretty boy. Sorry, you must die. هي دي حكايتي كلها. بتبتدي من وقت ما دفنتي حبنا. حبنا. بابي بونجور. نهاد مالك يا بابا؟ باين عليك متضايق قوي. حصل حاجة؟ مش عارف.
متهيألي ان سرية عايزة تقتلني وعمتك معاها كمان، وانت عارفة عمتك وضعفها الشاذ للستات، بتحب سرية لدرجة العبادة، بتطيحها زي كلابي ما بتطيحني كده، بقى زي الخاتم في صباع سرية. انت متأكد يا بابا؟ ارجوك ارجوك يا بنتي ما تسيبينيش لوحدي معاهم. ما تخافش يا بابا، انا خلاص هسيب الشغل وافضل جنبك على طول. وكلمة واحدة بس، إشارة واحدة من صباعك الرقيق وأنا أخلص عليه الليلة دي، أقتله. لا يا عمتي، مش لازم تقتليه، دي جريمة ربنا مش ممكن يسامحك عليها. أنت الإنسانة الوحيدة المخلصة ليا وطيبة معايا، كفاية إنك ما بخلتيش عليا حتى بجسمك الناعم. لأن ليكي الحق في السعادة زي كل الناس. وانا مستعدة اقتل اي انسان يحرمك من السعادة. لا يا عمتي، لكن اذا لمى الشعرة واحدة من انور انا اللي هقتله بنفسي. انور انور، ما كانش لازم تقوم من السرير. كان نفسي اشوفك مرة تانية. على مهلك. حاسس بيه جنبك، حاسس اني زي الاسد. انت رجعتي لي عمري، يبقى حياتي. انا سعيدة. اظن حضرته يبقى الضيف بتاع امبارح، مش كده؟ مساء الخير. لا لا ارجوك ما تقومش من مكانك، خليك مستريح. انا مش عارف اشكركم ازاي يا فندم، كفايه اني مدين لكم بحياتي. الاصح انك مدين لزوجتي العزيزه بحياتك، هي اللي عالجتك وهي اللي سهرت جنبك طول الليل. طبعا زيارتك لنا هتنتهي قريب، اصلا انا ما بحبش الاغراب في بيتي اللي يجوا عندي بالليل بدون اذن. وانا عارف يا بنتي، جه امبارح بالليل يخبط على بابنا، يظهر انه كان مجروح من اثر حادث السياره. انت بلغت البوليس يا بابا؟ انت هتعملي ايه الليله دي؟ ما تغيرش الحديث، انا اللي بسالك، انت بلغت البوليس ولا لا؟ ما تخافيش يا بنتي، هبلغ البوليس. انا خايفة عليك يا انور، مش لازم تقعد هنا ابدا، لازم اخبيك الليله دي بالذات في مكان بعيد.
ما بقاش في سوريا. انا اسمي مايا. علشان نقدر نعيش لازم ننهش في بعض. نفسي تعيش معايا في أحلامي ليلة واحدة. الليلة دي هتغيرك، مش هتكون فيها زي ما الواقع بيصورك، لكن زي ما روحي بتتغيرك. Ah!
نتيجة التشريح اللي وصلتني أثبتت أن المرحوم توفى في مادة سامة من نوع الزرنيخ، كانت محطوطة له بالجبنة البيضة أكلها وهو يتريق. أنا مضطر أسألكم واحدة واحدة الأسئلة التقليدية اللي بتسألها الشرطة. اتعشينا سوا أنا وجوزي، وبعدين اتمشيت معاه شوية في الجنينة وطلعنا ننام. كان من عادة المرحوم إنه يقوم بدري الصبح ويفطر في الجنينة. حضرتك يا أنسة نهاد؟ أنا بشتغل مضيفة في خطوط كويتي. امبارح بالليل كنت مع خطيب الغسال العميري، كنا معزومين. كنا معزومين على البابك. بنتي قد ايه بتشبه المرحوم امك؟ احكي لي يا بنتي عن البلاد اللي انت شفتيها. وانتي؟ انا كنت زي العادة كنت بحضر الفطار للبيه. يعني انت اللي حضرت الفطار؟ يا وي. ايوه يا فندم، انا اللي حضرت الفطار يا بيه. بس انا بس 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 ما كنت عارفة ان بالجبنة سم؟ لا جذابة. يا عائشة، كل أدلة ضدك. الفيلا يتهمونك بأنك أنت القاتلة، فأحسن لك اعترفي. ومين اللي تهمني؟ مدام ثريا والمرأة العيوز.
دي ما بتسمعش حد، عندها عملاء في كل انحاء العالم. مش عرفت دلوقتي ان هم مش سامعيننا؟ تعالي يا سوريا، عاوز اشوفك ولو لاخر مره قبل ما امشي واسيب البلد. حكي لك يا حبيبي بالليل بعد الدفن. بحبك يا انور، بحبك بحبك. صدف اللي السما تجيبها لنا، هي اللي بتقرر مصيرنا. ومن وراء جريمة عادية حطينا ايدنا على عملية كبيرة للمافيا. نبه الشرطة اللي تراقب الفيلا انها تغض النظر عن تحركات مدام ثريا. حننفذ الخطة جيم. طيب، طغوا المدينة ابتداء من نقطة المراقبة الرئيسية في الميناء القديم مكان اليخت. خلكم في حالة تأهب. Boss, he's on the yacht. I hope I would know the exact place and the name of the yacht. It's better to do it now without losing time. Go. عمتي عمتي
بيتي. مشلولة اللي طالت الجبنة من الثلاجة 20 قدم. مسكينة العيز، مسكينة لطفية العيز. غسان، ايه اللي جابك؟ يا يخت الثاني، من قتل صالح؟ من قتل الأخرس؟ وبعد جاي تقتل ثريا؟ انت شو اسمك؟ غسان العميري. اذا ما كنت انا غلطان انت متزوج بالسر نهاد. ايوه الحقيقة انت تزوجتها عشان ثروة ابوها اللي طردك من بيته، وعشان هالشكل ما سامحت على غلطته. أبوها وكل اللي حواليه كانوا حيوانات كريهة عايشة في الخطيئة. طبعا ثروة أبوها أول شيء كنت بتنقذها من الحيوانات الكريهة. الخطة كانت سهلة وشيطانية. غسان النحات اللي كان بيعمل أقنعة الوجوحية عمل قناع الوجه العيوز. ليش؟ قول الحقيقة، تكلم. امبارح بالليل بعد ما رقصنا انا ونهاد في لؤلؤة المرزوق وصلتها للفيلا، وبعدين رجعت تاني للفيلا، بس المرة دي دخلت من باب الخدمين. عرفت من نهاد انه عمتها لها اوضة صغيرة فيها عدة كراسي للمشلولين، كانت بتجمعهم كهواية من صغرها. هذا الكلام مضبوط يا أنسة نهاد؟ أيوة افتكرت، مرة أنا وغسان كنا بنتكلم عن عمتي، كنت بحكي له إنها كانت
في الجريمة. واليوم كنت تبي نهاد تشوف عمتها تقتل ثريا، تخاف وتعتقد ان عمتها صارت مينونة، مو كذي؟ بس لحسن حظها نهاد ما كانت بالبيت. ليه عملت كده يا غسان؟ مع انه بابا وافق على جوازنا. انور Welcome, sweetheart. We've been waiting for you. She stings, pretty boy. She stings. Your sweetheart. Yeah. Come on. Let's go. نحاول نطلعهم من البحر. عظيم، شكرا يا رغيب، انتهى. المهم اجبار ملائكة الرحمة اللي نزلوا علينا من السماء انهم يلاحقوا بعضهم، وان شاء الله انهم يوصلونا لحقيبة المجوهرات. أربعة ألف سيارة الأولى اتجهت نحو الجنوب، حول. حددوا مكانه، حول. نمر 4000 المشبوه الثاني سرق سيارة. خلوا سيارة المشبوه أنور تمر، فهو من بعيد. هو الآن راح ناحية الجنوب مثل السيارة الأولى. انتهى. Barney speaking. Now get this. We're going to go by the way of the South Refinery. متجه نحو ابار البترول عن طريق الصحراوي. انتهى. امر الى جميع سيارات النجده قسم الف وتي المتمركزه بالقرب من معامل التكرير، اقيموا الحواجز هناك.
لمنع وصول المشبوهين. احترسوا منهم فهم مسلحون. انتهى. Fire, boss? No, don't move. I said, this is Barney speaking. Now, we're gonna go to the port. Now, you gotta get us out. You understand? You gotta get us out. Okay? Okay. Close that bulletproof glass. Let's get to the port. Here. اتجه المشبوهين ناحية ميناء شويخ وهم يطلقون النار على بعضهم. انتهى. تتهيألي ان الجماعة ما راح يوصلون لمخبأ المجوهرات. من ميناء الشويخ، تحرك حالا نحو الميناء.
أوقفوا بأي شكل المشبوهين. احترسوا فهم مسلحون. انتهى. عايز اكون لوحدي معاكي.